داس بيكينو بويكا وردك باسكن. اليوم نحكي بالموضوع اللي خلصنا بارحة ونبتدي بالوورد. اوكي، احنا نفتح الملف جديد، وبداخل ملف جديد احنا نشوف الباراجراف. اوكي، وباراجراف ستايل وديلين، يعني انت مرات انت اني اريد اساوي رانت، اكتب رانت وافتح هاي الفتحة شيفت 2 9، واكتب السطر اللي انا اريده، واكتب السطر الباراجراف مالته والسطور مالته اللاين مالته، وادوس على انتر. راح يفتح لي هاي الاربع باراجرافات واربع لاينات. اوكي، على مود اشتغل هذول، هو عباره عن تمبليت، عباره عن نص جاي وانت ما تريد تكتبها. اوكي، ليريا او ما ندرس كده، شلون ندرس معناك الرند يكسانا بالرند يكسانا بالرند كوانك يا كم يعني تشوار باراجرافك يا دوميان لاينك كانتي باش شي كمان هي امانه للباراجراف اسكي سيدي كم باراجراف بيجا مشتك للاي چونك انجليزيه للاي تشابوي حتى من يستعب بيم ليريا بيكم بعربي باشا بيكم بكردي بيكم بعربي بهاش تبي كأنه اسم لاي تشابوي باشا بوي او بو تانو اسم بوي تيب كان چون باش اما عربي ويدانه انجا من امام هي لاي راس توي اما عربي اكا لاي تشابوي شتيك ما بيلن الاين شتيك بيلن الاين الاين بيتالي ابيكم جار دياريكي كم ما يؤمن من الداري كم الان باراجرافا لاي تشابوي الاين ليفتا ما بيكم الايني سنتر بيكم بناوراس هام يتشت ناوراس تو اميان الايني رايت بي بو عربي تو بي همو لاي تشابو بي شي لبكم او بيخم لاي الايني رايت تو اما من هي يك دقا برازان ببورن ببورن ليريا شي معنى بو سلكت يماكن امانويت بكاملن سيريا بكاملن لنا وراسي همو يعني ها مثلا مكو معنى مسافة بجانيلة اما بيلن شي جاستيفاي جاستيفاي سنتر ليريا ها تيكي ليخد دسي بيكتو ليريا شا ليخد كوتا يهاتو هرچي ها بيت دواء او اخاد دواترو اوف اوفين ليريا خسوه دواء اما بو چه بيت جاستيفاي جوازي هي لقال left to لقال center justify هموي بريشي دانه مثلا قد يقد بين justify اما كين justify وكو نوسينا كان هموي لريشي يكن قالبين justify معناه بابلين اما ما justify توزق لبداية تاكي اروات بيشو بجي يلي ديگي توزق لبداية توشتاكي يعني بابلين قولتري اكا justify اكا ديگي اما این باس یقین چون زیاتر لناو ادوانس اکا یعنی لیره لن بشه زیاتر باس یقین الاول شی احنا عنا السنتر جاستيفا الالاين مال سنتر ليفت رايت والسنتر عنا على حسب اللي انت تريده انا مثلا عندي العربي تبدي من اليسار لا العفو من اليمين اوكي الاصلي مالته لما انت تكتبين من اليسار تكتبين ولازم انت تسوي تروح على يمين اليمين ايه صح واكو شيء عندنا هو جاستيفاي القالب يعني نفس القالب راح من ابتديت لحد اليا وقت يعني شلون بدي اقول لك خلصته اوكي بس display
قديش تقع جرام رولكي ما يشم برولكي. ماشي والله كمان شو دعنا شيك شيكا ببورن بس هو مي او رولاز يا كان بوي بو اوي اللي ما انتقنا تشيش من جعش تي بي تامبلن تشي بين باكراوند كولر ايميج بين دوكيمنت بين هايدن تكست اوكيت دقيقة شو دوكومنت نيد اسمع على كن دوي بزام بدو اگرم باشا ليرا شتيك زيابي بيلن رولا باش ليرا شتيك زيابي رولا بو مي شتيك تام شام ليرا شتيك ماني واي دانيا اما تو اما ديا اما تيا اما وهيا اما تيا ام تشار كلمات اتي بيكي باتشي بيكي با بولد نمبر بولد نمبر يعني تشي خال بندي كردن خال بندي باشا اوا اما بيلن بولت اما ام بيلن نمبر اكي بجمارة اما ان تشيا ملتي ليفل ليست يعني شلون نمبر وبولتو اشتيك مثلا اوا زيك يكو اي يو اي يعني لا بيلن تايتل وسب تايتل سب سب تايتل اشي شوي بيلن وزنم وكو شلون تايتل اجي وزيكي دو ناو تايتل اجي ناو روكي دو ناو روكي ناو روكش مان هي باشا اما او بابا تاني كليرا مثلا ليرا اتواني تشيغين مثلا تابكين تابكين تابيكاكين ايو بأي تابيك اما بلين تابيكين ايو بأي تابيكاكين لخواروا تابيكاكين ايو بناوروكي ناوروكي باشا انجابيتو بالرقم او زياتر اما هموي وكو خال بندي كنا كان دري اشتري بيتو بلام ليرة اگر ملتيبل لاين نبي بولد بي باشا يجن تركين ايبا بولد ايكي نبي بيك تابيش كين هر ابيتو با اچو كايم پیشتر ملتيبل لاين اگر ما حب جاردو باو دياري اكا اما يعم پیلان شي بولد اما نمبرا اما يعم ملتيبل ليفلا اما يك الاول واحد هو اسمه بولد بهاي الشكلية والثاني شي الارقام والثالث شيء ملتيبل لاين يعني عديد من الاختيارات تقدر تسويها اوكي هم تقدر تختار الشكليه على حسب اللي انت تريده على حسب المثال احنا نختار هاي ونختار البولت وحسب الانواع اللي احنا نريده نسويها على حسب الصح لو الاشكال هاي لو هم تقدر تسوي البولت الجديد السمبولات تقدر تسويها البيكتشر هذول الاشكال تقدر تسويها على حسب المثال انا اريد هيك اوكي صارت هيك وهم تقدر تسوين على حسب الارقام اللي انت تريدها تقدر من ارقام اكو انواع واشكال على مود انت تسويها اوكي ااا
سيريكا. اللي هناك هو عبارة عن شنو؟ الكتابة. أنت تريد الكتابة العربية، هو موجودة بهاي الجهة، وأنت ما تريد تسوي على ألاين وهذول الشغلات. تقدر شو تسوي؟ أنت تقدر من خلال هاي الشغلة string يعني right to left text direction، يعني على مود العربي والإنجليزي. أنت right to left تكتبين لو left to right، يعني من يمين إلى يسار، لو يسار إلى يمين، يكتبين من هاي الخلال أنت تقدر تسوينه. والثاني شيء أنت عندك هاي الكتابة وتريد شنو decrease اللي يعني تقللين ال شلون بدي أقول لك إياه، يعني ال يعني ضغط هذا شو مشيت تنابيك بالي كثير بيتهو، يعني على حسب المثال عندك هاي شغله وانت تريد ديكريز، يعني من هاك الطرف من هاي الايد تقليله، يعني انت تريد من جهه من هاي الطرف على مود الصوره، انت على مود اي شيء انت تريد تقدر تقلل من هاك الجهه بالضبط. لو انت تقدر تسوي ديكريز وانكريز. وراها شيء ثاني عندنا بس على مود انك ما تقدر تسوينه، السورت. السورت بعدين نقول لكم اياه شلون انت تستفيد من السورت، بس انت هناك ما تستفيد على مود كتابه، ما تقدر تسوي سورت عليه. سورت تقدر تسوين على بولت، انت تقدر تسوين على سورت على البولت، يعني حسب مثال امسح هاي، تقدرين تسوين سورت على هاي الشغله A و B و V و P، تقدر تسوي سورت على هاي الشغلات. اوكي، وهو هاي اللي يقولون عليه شو ان هايد بي، يعني يقول لك شلون انت تشوف نهايه اي سطر، نهايه اي سطر عندك. اوكي، كل نهايات سطر عندك يقول لك هاي نهايته. باش اما ليره اما بس ما تشي دوش ثمانية ليره، اگر تو تکست که بلیره، اتیو تو زل دیوار کو دوری خیتو، بلیره با انکریزی خی، لیره با دکریزی خیت، ایگر این تو، باشه؟ آها تا اتوانید آوا بود کات، یعنی کمتر. لیره چی مانه؟ پیتله، آه تو راز با چپ نوسی یا با چپ با راست نوسی؟ کم جور نوسی نتی مثل سبب اما، آنو اسم امید الان چی به؟ رایت تو لفت به، راز با چپ به. حالا امید لیره همانه چپ با راست. باشا اما ان سورت، سورت يعني شيء، سورت يعني ريزباندي. انجا اسندين معناه ديسندين معناه، زد تو اي معناه، اي تو زد معناه. باشا اما زد تو اي ليره بما ودنا ما بوتشيا شي كمان شيدين معناه، شيدين اما بيغاتو لا شيء، بيغاتو لا جوازي هي لقال هايلايت، هايلايت بيغاتو لا بشتي نوسینکت با هایلایت کا، بلام شیدین چیت بو کا پشتی یعنی پشتی پاراگراف کت بو کا ایش دسر پارکا پن پاراگراف سریع امیک تو ایلن دیره می ایلن الیره پیج کلر اون پاراگراف کلر لیره اما پاراگرافکت بورن نگاه پشتی پاراگرافکت جوازی سیش معنی هایلایت معنی پاراگراف کلر معنیه لگل لدیزاینا پیج کلر معنی دیگه سیشتی جوازن انجا بپی اوی که من پیتلم اوان مثلا لکات امتحانات پیتلم پیج کلر رقم بوبکه یعنی الان پاراگراف کلر رقم بوبکه دیگه جوازه که لوی درکه لیره دوایی پتانلم ستایل چون اصلا که آب دسکاری اکین هدینی بازی اکین هدینی دو یعنی تایتلی بازی اکین یعنی سب تایتل بید دوایی پتانلم چون لاوتلاین استفاده دی اکین بابلین ام بشا اکن با هدینیه ام بشا مکن با هدینی دو ام بشا مکن با تایتل یعنی سب تایتل
يعني ام بشا ما جورم يعني بكامل ام بشا كان اجوري بجوريك لنوسين كخوت يعني بويدا ناوي سترونج بي كود بي انسان بي سابتر ريفرنس بي هايديني سيبت ببي او شوازي كخوت ايجور جوري نوسين كان جاواز فايند ماني تو ليريا امد بوكريتو بيتالاتشي كلمه اكتب بدوها بقرة كلمة قد شونا أنا اسم علم كاكا choose بوب دوزر change change بوب دوزر بيتالة change ليريا هي أو تابو شكري ليريا هي إيه شي كمان هي أما بس find شتي كمان هي بيلن find and replace يعني بي دوزر و بوم بغورة هرشي change بوم بغورة بچي با بابن هرشي Mia, mi bizama dozeto, enti adi, ah, na, ti hai Mia, video e, bo mano dozeto, ah, video man zora, zora video kaman, basha, bo mam kaba chi, bo mam kaba foto, hachi video e bo mam kaba foto, find next, enja replace all aki, ale hash danem bo gori. هش دانی بگوریم. استا اگر بدوی ویدیو افگارین ویدیو افگارین هیچی تیانی. اما تیانی. باشه الان نور ریزو. لبری بو ام همون ویدیو که من کرد با فوتو. اما با چی باشه؟ بو find and replace. اما select all line, select object, select اینا شد select text که شتی که دیاریه. اللي هناك الفايند هو عبارة عن لاقي لي هاي الكلمة خلينا نقول الوورد أنا أريد الوورد الكلمة مال الوورد موجودة هناك أكو أربع خمسة ستة موجودات على الوورد ستة ريزولتات ستة نتائج أوكي أريد أسوي الفايند أكو فايند أكو ريبليس أكو جو تو وراها أكو شيء يقول لك ريبليس يعني بدلا من الكلمه مال وورد سوي لي لاقي لي الوورد وسوي لي ريبليسمنت مال يعني ريبليسمنت اعاده تسميه الوورد على حسب مثال تكست غير لي الوورد على التكست ريبليس اول لو ريبليس الاول انا اريد ريبليس اول كل الووردات صارت تكست يعني هاي موجوده تكست هنا شوفه التكست نلاقيه تكست موجوده هناك التكست التكست تكست تكست كله موجود هنا اوكي هو على مود هاي الشغله ورا عندنا السلكت سلكت عباره عن تحديد كل بس هاي الشغله ان شاء الله باكر نحكي بالانسيرت والديزاين واللاي اوت والريفرنس ان شاء الله بالديزاين والانسيرت نحكي به اوكي زوج هكا سبيس وانيتيشن لي ريما تيكست هكا واحد انا ما تيكست هكا الاين وودمان الاين الاينمنت هكا معناها راس سرو وخوار او لا معناها تيكست دايركشن معناها تشاب بيان يعني راس بي عالي لا بوتي كور نمونيك انديتيشن معناها چیه؟ لیلای چپو لیلای راست و زیاده. شتی که من پیلان سپیسین. سپیسین پیگاتو لبینی خطی سر و خطی خواره. باشه؟ اتوانید لیره یعن کمی کیته هم. ها؟ ایره بوشایی گیا با ام دوشوینه. یعن لیره با بوتان دیاری کم با زیادتر استفاده بکن. سپیسین اما زیاده کم دور یکم هم. اما شیان دور یکم هم. باشی خواره و شی دور یکم هم. ای بینید لباسی خوار دور بکول لباسی سریش دور بو، اما لباسی سپسی نه. پتلم سپسین بیفور چلوش بی پی بی پی تی پیکسل بی، افتر چلو دو پی تی بی، باشه؟ لاین سپسین معنی. سینگل بی یعنی یک پوینت پنج بی، یعنی دبل بی، یعنی اتلیست دوازده پیکسل بی زیکم، یعنی دبلا که خومام این نوسین. ملتیپل حالا بچریم او نوعی که خو معنی مانه پنج لاین آها پنج لاینی با بچیش دم باشه اما لباسی ادوانس هتی هتی اللي هست نحکی نبی های جنرال و انیتیشن هست نحکی نبی بس سپیسین باقی سپیسین الاول بکان هو عبارة عن
الفوق وتحت مال الكلمه مع الباراجراف فوق وتحت مالها، انت تبعد الفوق على كم بيكسل وتحت كم بيكسل. بس اللاين سبيسينج هو عباره عن السطور بين الكلمات، اوكي. وهم تقدر تختار ملتي وتختاره على حسب اللي انت تريده. انا 8 خطا موجوده، اوكي. وراها عندنا اللاين بيج بريك، لما نحتاج هذولا ايه ما مصابلان لاقى هاي موجوده كان هناك بس خوش ما مصابلان كان عمل يري رولك اللي يري او ابو او راستيت يا ابو بزام لي شو دس بيكون لي شو كتب ما قال ما بين بجولينم ها يلو علي لو دس بيكات يلو دس بيكات ها او بو ويك ورقه كم زان لي شو دس بيكات قال لي منها مثلا ورقه برنت كم مثلا بابلين ملي ريا دسم بيكردو بس دمي علي ريا دس بيك ابو ورقه كم تر بخوات كاتك كنترول و بي كم بيست كم برنت كم عفوا اهالي ريا شو دس بيكات اگر بیم و لرولکه ام بخما ایره و نه امنا امنا هموی ابی هموی باسه آوا ها که کنترول پی اکم حالی شو دست بکم او رولا با او باش آوا بچو که گیتو ها چون چو که گیتو کنترول پی اکم هموی چون بدانایی اما ایشی رولکه باش کس برسیاری ها بوله سلام.